بسم الله الرحمن الرحيم. انا خويا واحد عامل من هذا الميناء هذه تقريبا من 2006 وانا كنخدم هنايا، كنخدم مع هذا السيد هذا. لا ما مرسمش انا، غير تاشرون. وكتشوف هذا الناس هذا راه حنا دايرين من 2006، من 15 شهر 6 2006 ومازال ما ترسمت. وكاينين بزاف الناس اللي سابقيني في الخدمه وكنخدموا مع مقاول تقريبا تنخدموا ديك 4 سنين ولا 4 سنين ونص، تيهزك تيحطك مع مقاول اخر. وكاينين الناس اللي خرجوا معنا التقاعد ومازال تقريبا دابا راه عام مازال ما جمعوش الاوراق ديالهم، تيقولوا ما كاينش الكاسني ديال الشوجي لا ما كاينش الكاشني ديال هذا. وكتشوف هنا مورا الاضراب العيالات كيطالبوا يعني بالحقوق ديالهم. الرجال ديالهم راه 3 ايام دابا بين ليل ونهار، راه 6 ايام وكيكون الاكل عندهم قليل والاكسجين قليل وهذا. وكنطلبوا من الجهات المعنيه يعني يشوفوا هذا السيد هذا اللي هو شطوبان المدير ديال الشركه، وطاغي علينا وكيحاول يضيقنا في العمل النقابي، كيحاول يستهزئ بنا وكاين الطرد تاع السوفي. يعني الا بغيتي تحقق معاه نقطه كيقول لك تخلى على نقاط اخرين، هذا هو المشكل اللي كاين. تقدر تقول لنا شحال من شحال عدد المعتصمين دابا؟ كاين تقريبا 84 واحد هنا، وكاينه في سيدي احمد واحد غار كيبعد من هنا عاوتاني واحد 3 كيلومتر اخرى، كاينه فيها شي 60 واحد اخر. يعني تقريبا راه كاينه شي 140 خلق في التوتال ديال الخدامه. وهذا الشيء هذا راه تقريبا راه مده هذه راه من رجعت السيد هذا المدير. هما ما تيقولوش غادي يطلعوا؟ لا ما غاديش يطلعوا حتى نحققوا المطالب ديالنا. قال لك واخا يموتوا تما تحت الارض ما غاديش يطلعوا هاد الناس هذو. احنا مستعدين نضحيو معاهم حتى اخر لحظه في العمر ديالنا. شنو تطلبوا صفه عامه؟ صفه عامه كنطالبوا بهذا السيد هذا ومن الناس اللي معنيه، كنطالبوا بالقانون. هذا السيد هذا راه كيحسب راسه فوق القانون، وحنايا خصنا نوقفوا معاه حتى نشوفوا لما الانتصار. وكنطلبوا من الله عز وجل ياخذ فيه الحق. هذا اللي كان الله يرحم الوالدين.